السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم واهلا وسهلا بكم، ورجعنا لكم من جديد واهلا وسهلا بكم وفيديو جديد حول ما هي او كيف تكون الريشة المقلوبة. معكم زياد هادي أستاذ آلة العود ونظريات من العراق، شرف إلي الكبير. بالبداية أحكي عن الدورات الموسيقية، أتحدث عن الدورات الموسيقية اللي هي أونلاين واللي هي 8 محاضرات في الشهر. ممكن الاستفسار عن طريق الواتساب الموجود أسفل الفيديو، وهذه الدورات أونلاين طبعا، أو عندنا اللي يحب أنه يذهب له إلى بيت طالب يكون قريب في بغداد آن حار. اليوم إحنا عندنا الريشة المقلوبة مفيدة لك بالعود، وهي ضرورية تتمرن. إحنا مشكلتنا بالعود إنه دائما حب اللي يتعلم العود رأسا يذهب إلى إنه الأغاني وغناء وعزف ويترك التمرين، وهو هذا غلط، صدقوني هذا غلط. وكثير من الفيديوهات الموجودة على اليوتيوب إنه خلال 5 دقائق تتعلم العود، خلال 10 دقائق تتعلم، مستحيل. إذا تريد تعزفها أوكي. الريشة المقلوبة هي راح تصير عندنا بهذا التمرين، استخدام الريشة المقلوبة اللي هي دو ري دو 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
يصير عندك راح عزفة بطيئة، لأن هذا التمرين كبير، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 8 خطوط. فيصير عندك دو ري دو دو ري دو دو ري دو دو ري دو ري مي ري ري مي ري ري مي ري ري مي ري مي فا مي مي فا مي مي فا مي مي فا مي فا صل فا فا صل فا فا صل فا فا صل فا صل لا صل صل لا صل صل لا صل صل لا صل لا سينا. طبعا ناخذ عجب لا سينا لا سينا لا سينا سي دال سي سي دال سي سي دال سي سي دال سي هذا الجزء الأول بالتدريب. الجزء الثاني دو ري دو ري مي ري مي فا مي فا صل فا صل لا صل لا سي لا سي دو سي دو ريشتين. أوكي دو ري دو, دو. راح نرجع هسه حلين دو ري دو سي دو سي لا سي لا صل لا صل فا صل فا مي فا مي ري مي ري دو. أكمل هاي ريشتين وراح أكمل دو ري دو مي فا مي صل لا صل سي دا سي دو. أكو بيه ريشتين أكو بيه ريشتين تصير مقلوب. بعدين راح تتقوى عندك على المترونوم وهذا راح يسألك دو ري دو تمرين يسمونه. حتى انا كاتبيه تواصل يحتوي هذا التمرين انا يعني صعوده باستخدام شكلين ذات السن يعني بالعلامات النوطه الموسيقيه. فتقعد اكو برنامج ايضا موجود وهو هذا البرنامج يبطئ الفيديو مالتي يعني بالكلام. يعني اذا تريد شيء لازم شنو تكتبه وتوضحه بالدفتر على مود يكون عندك صحيح. فتحياتي لكم وبوساتي لكم، ولا تنسوا اللايك والاشتراك، واللي حب يدخل دورة موسيقية أونلاين ينضاف إلى
شباب من الغالي، ومع السلامة. وموجود أسفل الفيديو رقم الواتساب. مع السلامة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.